خلينا نروح لاخبار النادي الاهلي. النهارده الحقيقه بيتسو موسيماني في تدريبات النادي الاهلي، تدريبات كلها تدريبات ترفيهيه للاعبين، منح بعض اللاعبين اليوم مجموعه من التدريبات الترفيهيه المتنوعه، وتاتي التدريبات الترفيهيه في اطار البرنامج الموضوع للاعبين في ظل توالي خوض التدريبات القويه خلال الايام الماضيه. ثنائي المنتخب الاولمبي ينتظم في التدريبات الجماعيه، احمد نبيل كوكا وحمزه علاء انتظموا في التدريبات للنادي الاهلي اليوم، وعلي لطفي بيستكمل برنامجه التاهيلي وحرص على تنفيذ برنامجه التاهيلي للتعافي من الاصابه بكدمه في الركبه. عمار حمدي بينتظم في التدريبات الجماعيه بعد الخبطه اللي اتخبطها الحقيقه في المباراه الوديه امام مينيت سمنود، والكل الحقيقه كان خايف على عمار، ولكن الحمد لله الامور جيده ونزل التمرين بشكل جامد بشكل مستمر. موسيماني يحاضر لاعيبه النادي الاهلي، بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي عقد محاضره سريعه مع اللاعبين قبل انطلاق مران صباح اليوم على ملعب مختار التتش، وشهدت الجلسه الحديث عن بعض الامور الفنيه الخاصه بالتحضير للمرحله المقبله التي تشهد استكمال منافسات مسابقه الدوري العام امام المقاولون العرب.